ولله الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى لله، لكن جاء التقديم هنا فيه إفادة الحصر في المعنى، أن جميع أسماء الله حسنى، وأنه لا أحد يستحق أن تكون الأسماء حسنى من كل الوجوه إلا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. رأيتم لم يطلب العباد بالدعاء بأسماء الله ابتداء، بل جاء قبل ذلك بيان عظم شأن الأسماء. ولله الأسماء الحسنى، لأنها لله ولأنها حسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.